5 عندي في كونكت بيتكلم عن ادزازو. يعني ايه ادزازو؟ في حديقة الحيوان. طيب في حاجة اسمها اقتراح، لما اجي اقولك يلا بينا نعمل حاجة يا لوجي، يلا بينا نعمل حاجة، في كم طريقة للاقتراح؟ تو، لإما استخدم let's، لإما استخدم how about. طب معناها ايه let's؟ معناها هيا بنا. معناها ايه let's؟ هيا بنا. وبنستخدمها للاقتراح، بنستخدمها لايه؟ الاقتراح. طيب ايه ايه اللي بنحطه بعد let's؟ بنحط الفيرب بتاعنا او الفعل بتاعنا في الانفينيتيف. يعني ايه الفعل بتاعنا في الانفينيتيف؟ يعني ما فيهوش اس، ما فيهوش اي ان جي، وما فيهوش اي دي. زي المثال ده let's يعني هيا بنا نشاهد watch the lions، الاسد. طب انا هنا استخدمت ايه؟ watch. ينفع استخدم watches؟ No. ينفع استخدم watching؟ No. لا، لازم نحط الفيرب في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني ما فيهوش اضافات، ما فيهوش الاس ولا اي ان جي ولا الاي دي. طيب تعالى نتكلم عن الطريقه الثانيه للاقتراح، how about. طيب بعد how about بنحط الفيرب بتاعنا فين؟ في اي ان جي. لازم بعد how about نحط الفيرب بتاعنا فين؟ في اي ان جي. طب لو انا عايز اقول يلا بينا نشوف الليونز او نشوف الجيرافز او نشوف الاليفانتس، how about. ينفع watch؟ watch دي؟ No. لان بعد how about لازم نحط الفيرب بتاعنا متضاف له ايه؟ ing. يبقى how about watching. طب الرد على الاقتراح، عندي حاجتين للرد على الاقتراح، لاما اقول موافق good idea، لاما اقول لا مش موافق no sorry. يبقى لاما اقول موافق good idea، لو مش موافق no sorry. موافق good idea، لو مش موافق no sorry. طب دلوقتي عايزه اقول عن ايه هو الحيوان المفضل لدي. ما الحيوان المفضل لدي؟ مين الحيوان المفضل لدي؟ هقول what's your favorite animal. what's your favorite animal. يعني المفضل. what's your favorite animal. يعني ايه what's your favorite animal؟ ما الحيوان المفضل لديك؟ what's your favorite animal. انت عارفة يا لوجي، احنا ممكن نغير كلمة animal دي ونكتب اي حاجة مفضلة لدينا. يعني ممكن مثلا على الطعام، الطعام اسمه ايه؟ food. يبقى اقولها ازاي؟ what's your favorite food. طب لو مثلا عايز اقول عن المادة الدراسية بتاعتي، what's your favorite subject. المواد الدراسية اسمها ايه؟ subject. طب عايز اقول عن الرياضة بتاعتي، what's your favorite sports. يبقى طيب تعالي نجاوب على السؤال ده، نشطب مين اول حاجة؟ نشطب what. بس خلي بالنا الازتو تبقى موجودة، اليور تتحول انت، يو ملكك يور تتحول لانا اي ملكي ماي. يبقى يور تتحول لمين في الاجابة؟ ماي. امال اليو بتتحول لمين في الاجابة؟ اليو بتتحول لمين في الاجابة؟ اي. امال اليور بتتحول لمين في الاجابة؟ ماي. يبقى اليو تتحول لاي، لكن اليور تتحول لماي. يبقى اول حاجة هكتبها ايه؟ my favorite. انزل ايه؟ animal. انزل مين بقى؟ is my favorite animal. اكتب الاسم الحيوان اللي انا بحبه. بتحب animals ايه؟ penguin. باندا. يبقى my favorite animal is the باندا. my favorite animal is the باندا. يلا تعالى نعمل واحدة تاني. يلا عايز اسأل عن ايه هي الحيوان المفضل لدي، اقول ايه اول حاجة؟ what is. ماذا يكون؟ what's your
What's your favorite animal? طيب يلا عايزين نغير اسم الحيوان. نعمل ايه اول حاجة نشطبها؟ ايه نشطب وات اليور تتحول لمين يا لوجي؟ لماي. لكن اليو تتحول لايه؟ لاي. لكن يور ماي. ماي ايه؟ ماي فيفوريت. ماي فيفوريت انيمال. انيمال از از اكتب اسم الحيوان. مثلا انا بحب ازاي جيراف. جيراف. اوكي صعب. الحاجة التانية اللي المفروض نعرفها في يونت 5. طيب ايه الحاجة نمبر 3 المفروض نعرفها؟ انت عاوز تشوف ايه؟ ماذا تريد ان ترى؟ ماذا تريد ان ترى؟ ان ترى. What do you want to see؟ قولي يا رودي. What do you What do you want to see? Want to see. What do you want to see? To see. What do you want to see? What do you want to see? ماذا تريد أن ترى؟ What do you want to see? What do you want to see? ماذا تريد أن ترى؟ What do you want to see? What do you want to see? لما اجي اجاوب بقى طبعا بنشطب مين في الاجابه؟ وات باي باي ومعاها مين كمان؟ الدو. لكن احنا ما بنشطبش از. الاز بننزلها معانا في الاجابه لكن الدو بنشطبها. اليو بتتحول لايه؟ لاي. يبقى انا اي ايه؟ اي وونت تو سي. عايزه تشوفي ايه من الانيمالز؟ زي إليفانز مثلا. يبقى what do you want to see؟ قولي يا لوجي. What do you want to see? I want to see the elephants. I want to see the elephants. طيب تعالى نشوف الانيمالز هنا. What do you want to see؟ Lion. قولي what do you want? What do you want to see? To see. I want to see the lions. I want to see the lions. الأسود كتيرة. الأسود كتيرة. What do you want to see? What do you want to see? I want to see. The elephant. What do you want to see? What do you want to see? قولي السؤال يا لوجي. What do you want to see? I want to see the hippos. I want to see the hippo. What do you want to see? I want to see the pandas. The pandas. What do you want to see? What do you want to see? I want to see the giraffe. What do you want to see? I want to see the penguins. Penguins عشان كتير. طيب تعال نشوف المحادثة بتاعتنا كده. البنوتة دي بتقول لهم ايه؟ There are so many animals here. كتير جدا animals here. Animals here. راح رد عليها قالت لها I love the zoo. I'm very excited. فاكرة excited؟ excited. يعني excited؟ متحمس. I'm very excited. أنا متحمس جدا. طيب قال لها بقى what do you want to see؟ عايزة تشوفي ايه؟ What do you want to see? ردت عليه البنوتة قالت له let's. فاكرة let's اللي شرحناها في الأول معناها ايه let's؟
هيا بنا watch the penguin. شايفة watch حطنا لها حاجة watch؟ حطنا لها S؟ ولا ED؟ ولا ING؟ No. Good idea. يعني هو وافق لو مش وافق لما قال لها good idea؟ موافق. موافق. Good idea. وجيب قال لها إيه؟ How about going؟ إيه رأيك نروح نفين؟ To the elephants. بعد ما يتفرجوا على البينجونز يروحوا فين؟ الإليفانز. طب ليه استخدمنا how about going؟ ليه استخدمنا going؟ عشان عشان بعد عشان how about الاقتراح نحط الفيرب في ايه؟ في في ايه؟ في الجملة. ايوه لازم نحط الفيرب بتاعنا يكون في ايه؟ في اي ان جي. لكن هنا بعد let's ينفع نحط اي ان جي بعد let's؟ لا ما ينفعش. طيب في كمان ايه اتعلمنا؟ ان احنا ازاي نسأل عن انت عاوز تشوف ايه؟ نقول ازاي سؤال انت عايز تشوف ايه؟ What do you want to see؟ رد البلد قال لها ايه؟ I want to see the penguins. طب لما penguins عشان كتير. طب لما اجي اعمل اقتراح عندي كام طريقة للاقتراح؟ اتنين. لاما let's لإما how about. بعد let's بيجي الفيرب فين؟ في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني مفهوش اس ولا اي دي ولا اي ان جي. امال بعد how about لازم الفيرب بتاعنا يبقى اي ان جي. اي ان جي. طب لما نيجي موافقين على الاقتراح ده بنقول ايه؟ good idea. طب لما نيجي نسأل عن الحيوان المفضل What's your favorite animal? What's your favorite animal? قولي كده يا لوجي اليور تتحول لإيه في الإجابة؟ ماي. لكن اليو تتحول لإيه في الإجابة؟ اي. اليور ماي لكن اليو اي. طيب لما نيجي بقى نوصف حيوان بنقول عليه اتس. ليه استخدمنا اتس؟ اتس عشان هو غير عقل واحد بس. اتس مثلا بلاك اند وايت، اتس جراي رمادي، على حسب اللون بتاعه. ده هو الليسون نمبر 1 في يونت 5. سهل ولا صعب؟ سهل. جميل صح. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا ايه؟ لايك. لايك.